ما هو السن المناسب لتعليم الأبناء القرآن؟ هذا الأمر يمكن أن يبدأ من 3 سنوات لما هو أعلى، ويمكن من 4 سنوات لما أعلى. هذا أمر يعني ليس هناك حد محدد، ولكن إذا كان الولد من الرشد بمكان أو من المناسبة بمكان فلا بأس، 3 4 5 على حسب حاله. إذن هذه مسألة أحوال.